بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع وزير التكنولوجيا والصناعة المجرية أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة. شهدت المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، كما تم توجيه الدعوة للشركات المجرية لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع. وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وزير الصناعة المجرية عن تطلع كبرى الشركات المجرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. دي فرصة حاليا يجب ان احنا نستغلها في ظل الاوضاع اللي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من اوضاع جديدة على المنطقة وعلى سلاسل الإمداد العالمية وما سينتج عن هذه الأزمة. فبالتالي احنا في حاجة ان احنا نوسع فعليا شكل التعاون ونفتح مجالات التعاون مع دولة المجر بما لديها من تكنولوجيا متقدمة وبما لديها من رغبة حقيقية في فتح مجالات التعاون مع دولة مصر.